من برشلونة نروح لريال مدريد. الحقيقة في أزمة كبيرة جدا 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 وفضيحة كبيرة جدا في الليجا الأسبانية. الحقيقة فينيسيوس طبعا ريال مدريد بيصعد أزمة فينيسيوس للقضاء. يمكن نادي ريال مدريد أصدر بيان النهاردة الاثنين بشأن وقعة تعرض فينيسيوس طبعا لاعب ريال مدريد لهتافات عنصرية من قبل جماهير فالنسيا. كان في المباراة بتشتغل وطبعا المباراة خسرها ريال مدريد أمام فالنسيا بهدف مقابل لا شيء. كان مشجعه فالنسيا وصفوا فينيسيوس بالقرد، يعني طبعا وصف يعني عنصري بشكل كبير جدا جدا. ويمكن ريال مدريد قال في بيانه أنه بيدين النادي بأشد العبارات ويرفض بشدة أحداث الاعتداء العنصري اللي وقعت بالأمس ضد طبعا لاعبنا فينيسيوس، حيث تشكل هذه الأحداث هجوما مباشرا على نموذج التعايش في دولتنا الديمقراطية والاجتماعية التي يحكمها القانون. تابع البيان وقال يعني يعتبر ريال مدريد أن هذه الهجمات تشكل أيضا جريمة كراهية، ولذلك قدم النادي البلاغ المناسب إلى مكتب المدعي العام وتحديدا إلى مكتب المدعي العام لمكافحة جرائم الكراهية والتميز للتحقيق في الأحداث وتوجيه طبعا المسؤوليات. كمان على نفس المشكلة كمان الفيفا كان بيساند بقوة فينيسيوس وكمان العديد من نجوم الكرة العالميين ولاعبين منهم لاعبي برشلونة نفسهم ورابطة الأندية كمان الإنجليزية، كل دوت طبعا كان مع فينيسيوس. وبعض الناس بتقول ان فينيسيوس راجل يعني او لعيب مستفز، يعني دايما في الملعب بيكون لعيب مستفز. ويمكن هو فينيسيوس كمان يمكن اللي خلى جماهير فالنسيا يعني تقول له او بتصفه بالقرد، ان هو قال لهم خلاص فالنسيا في السكند ليج، يعني اشاره طبعا مستفزه، ولكن كل ده يعني لا يبرر ما قام به طبعا يعني مشجعي فريق فالنسيا. وزي ما بقول لحضراتكم كمان أنشيلوتي كان ليه يعني تصريح قوي جدا بيدين الليجا الأسبانية أنها الليجا الأسبانية مش عارفة تاخد قرار مناسب في عملية طبعا هذه الهجمات العنصرية وخاصة على لاعب ريال مدريد طبعا فينيسيوس.